صباح الخير مشاهدينا، فقرة جديدة من أوروسكوب مخبيتنا معا نصايح والمعلومات الجديدة مع أبراجنا الـ 12. شو هي اليوم نصايح الفلك؟ رح نكتشف سوا، والبداية مع برج الحمل. مهنيا النجاح الكبير بيكون حليفك وبيغير مسار الامور للافضل من بعد المشاكل يلي قطعت فيها بمكان عملك بالماضي. اما عاطفيا العلاقه بالشريك بيتحكم فيها المزاج المتقلب، وهذا الشيء عم بيخليك تاخذ قرار واضح بما خص المستقبل. اما صحيا بتتخطى مصاعبك الصحيه بتفاؤل وبتقطع عند المرحله بطريقه كثير سريعه. الثور مهنيا مشاريعك كبيرة ما إلها حدود، بس أنت ناطر الفرصة المناسبة تتبلش بالتنفيذ. أما عاطفيا تصرفات الشريك اليوم بتشغل لك بالك نوعا ما، فحاول أنك تستوضح شو عم بيصير معه قبل ما تحكم عليه. صحيا بتقوم العوامل النفسية الضاغطة يلي عم تواجهك بالنشاطات مع الأصحاب. الجوزاء مهنيا بتفتتح قدامك اليوم بواب الحظ وبتبلش تحقق الأحلام من خلال بعض الزملاء المخلصين لإلك بمكان عملك، فاستغل هيدا الوضع وركز وكب كل طاقتك على المشاريع يلي رح تحصل عليها. أما عاطفيا خطوات إيجابية بتقربك أكثر من الشريك وبتتشاوروا سوا بخصوص مستقبلكم. صحيا بتزيدك النجاحات يلي بتحققها مهنيا وعاطفيا ثقة بالنفس وبتريحك كثير. بننتقل لبرج السرطان. مهنيا استفيد من اليوم لانه بيحمل لك فرصه للتقدم، فيمكن ينعرض عليك فرص عمل جديده او تتقدم بشغلك الحالي. اما عاطفيا ما تخلي مشاكلك العائليه تسيطر على علاقتك مع الحبيب وتبعدك عنه، جرب فصول بين عائلتك وبين حبيبك قد ما فيك. صحيا بلشت الحميه الغذائيه تعطي مفعوله والكل ملاحظ هيدا الشيء، مما عم يزيد لك ثقتك بنفسك واصرار اكثر انك تخسر وزن. ننتقل لبرج الأسد. مهنيا يوم ضاغط عليك بشكل عام، مبلش باجتماعات ويمكن يستمر لليل بلقاءات على العشاء. أما عاطفيا حدث أو مناسبة اجتماعية حلوة بتخليك تتعرف على شخص بفوت على حياتك وبغير فيها للأفضل. صحيا ما تدخل حالك بأمور ما بتعنيك تما تضطر تشغل بالك وتتوتر زيادة. نوصل لبرج العذراء. مهنيا بيجبرك اليوم انه تتحرك من منطلق ايجابي وتشتغل على حالك لتحقق رغباتك وتعزز الروابط والقواسم المشتركه بينك وبين شركائك بالعمل. اما عاطفيا بتثبت لك الايام انه الشريك وفي لك وبيخاف على مصالحك وبيتمنى لك النجاح بشكل كثير كبير. اما صحيا ما تهمل صحتك على حساب امور سطحيه وانتبه من الامراض الوراثيه. أما برج الميزان لليوم، مهنياً بيسهل عليك اليوم أمور كتيرة وبيفتح صفحة جديدة من الشغل والمفاوضات الناجحة والأرباح الكبيرة يلي أنت ما كنت تعمل لها حساب. أما عاطفياً بتسعى لتعميق العلاقة مع الشريك وبتنجح بهيدا الشيء بعد ما تبرهن له عن نواياك المنيحة. عزيزي العقرب، مهنيا ما تأجل الشغل المطلوب منك لغير نهار، فيمكن يكون هالقرار سبب لمشاكل كتيرة انت بغنى عنها وخاصة هيدي الفترة. عاطفيا بيعجبك شخص فجأة وبفوت على حياتك بطريقة كتير مفاجئة ما كنت عامل لها حساب، وهيدا الشخص رح تكون علاقتك فيه كتير جدية وطويلة. صحيا الرياضة ممكن تساعدك لترتاح نفسيا وجسديا بنفس الوقت، فما تستخف فيها أبدا. برج القوس، أمل جديدة على الصعيد المهني بتصحح بعض الهفوات والأخطاء يلي عملتها بالماضي. أما عاطفيا قدرتك على الإقناع بتخلي الشريك مرتاح بالعلاقة معك وبتكبر ثقته فيك. ننتقل لبرج الجدي. مهنيا يوم مناسب لإطلاق المشاريع والمفاوضات والمشاركة ببعض المؤتمرات، فاستفيد من هيدي الفترة قد ما فيك لتحقق النجاح يلي عم تشتغل عليه إلك فترة. أما عاطفيا بتلاقي حالك محمس لتقوم بخطوات مستقبلية مع الشريك، وخاصة إنه هيدي الفترة تقربتوا من بعضكم كثير، فما تتردد وقوم بهيدي الخطوة قد ما فيك بسرعة. صحيا لازم تسيطر على حالك وتخفف الدخان وشرب الكحول، وإلا رح تعرض صحتك للخطر.
ننتقل لبرج الدلو. مهنيا الحظوظ بتحالفك والوقت عم بيكون لصالحك، فخليك منتبه على الفرص اللي ممكن تتقدم لك وعارف شو تنقي منها كرمال تما ترجع لورا. اما عاطفيا بينزعج الشريك من اهمالك له لاسباب مهنيه او بسبب ارتباطك بمناسبات خاصه بالعائله، فجرب قد ما فيك اعطي وقته وحقه من هيدي العلاقه. صحيا الشراهه يلي عم بتصيبك هيدي الفتره عم تسبب لك مشاكل بالجهاز الهضمي، فحاول انك تستشير طبيبك باسرع وقت. نختم فقرتنا اليوم مثل كل يوم مع برج الحوت. مهنيا حلول جذرية للمشاركة للمشاكل بالعمل والوضع المالي بيتحسن، فاستفيد من الوضع وثبت للكل انك على قد المسؤولية يلي متحملها لك فترة. اما عاطفيا الامور بينك وبين الشريك ممتازة وعم تاخذ مسارها الصحيح للارتباط الرسمي. صحيا بينشغل بالك على صحة حدا من العائلة مما بيسبب لك نوع من التشنجات والقلق، فجرب قد ما فيك ريح حالك. ينعاد على مولود برج اليوم وبنتمنى له نهار كله فرح. اما من صفاته شخص هادي نوعا ما، بحب المطالعه والقراءه وبيعيش بقصص الخيال وبيكون من ابطاله، بحب المصاري والرفاهيه ومستعد يشتغل اكثر من وظيفه تما يكون محروم من شيء، كما انه صعب كثير يفوت بعلاقه مع حدا لانه بحب السيطره وما بحب حدا يسيطر عليه. معلومه اليوم من فقرتنا علاقه الاسد بالحمل، علاقه ممتازه، فالبرجين من طبيعة نارية وحدة، أغلب مواليد الأسد بيعجبهم شخص شجاعة وتضحيات الحمل وبيشوفوا فيه شخص مكافح ومغامر وما بيخاف من المستقبل أو من المجهول. أصدقائي هذه كانت كل معلوماتنا، بدي أذكركم أنكم فيكم تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com، وإذا أي سؤال حابين تعرفوا جوابه فيكم تسألوني عنه، وأنا بلاقيكم بكرة بفقرة جديدة ومعلومات جديدة من عالم الفلك.